بسم الله دكاترتنا وحبايبنا الغاليين صباح الفل. هنشرح مع بعض في الفيديو ده موضوع مهم جدا، مهم كنظري، مهم كأنك تفهم شوية نيرفات عندك. هنشرح موضوع اسمه كرينيال نيرفز. كرينيال نيرفز يعني ايه؟ يعني اعصاب طالعة من المخ. خدها واحدة واحدة كده وهتلاقي الموضوع سهل جدا معاك، مذكرة هتخلص معاك كده في ثانية في فيديو. والفيديو انا بوعدك انك مش هتذاكره بعد ما تخلص، لا انت هتلاقيه متذاكر لوحده. يعني ايه كلمة كرينيال نيرفز؟ كرينيال نيرفز يعني اعصاب مخية، اعصاب طالعة من المخ. الكرينيال نيرفز اكيد بتدي برانشات، وبالتالي ممكن سؤال نظري يقولك كلمني عن برانشات العصب التاسع مثلا، كلمني عن برانشات العصب العاشر مثلا، وهكذا. فهو موضوع مهم نظري فلازم تهتم بيه. بدأ الكلام في الكرينيال نيرفز وقال لك هي اعصاب طالعة من المخ، لان مخ يعني كرينيوم باللاتيني يعني. ولكن المخ، واحد سألني وقال لي يا دكتور المخ نون يعني السريبيلم اللي هو السريبرم؟ يا جدع لا، ده انا قايل لك قبل كده ان السريبرم والبرين ستيم والسريبيلم كل ده اسمه مخ. التلات اجزاء دول اسمهم برين، اسمهم مخ. وبالتالي الكرينيال نيرفز طالعة من اي جزء من الاجزاء دي، مش شرط السريبرم نفسه يعني، زي ما هنشوف دلوقتي. طب الكرينيال نيرفز دول عددهم كام؟ والله عددهم 12 عصب يمين و12 عصب شمال. يبقى انت كده النيرفات اللي في جسمك بتتقسم لكرينيال نيرفز طالعة من المخ وسباينال نيرفز طالعة من الحبل الشوكي. موضوعنا عن الكرينيال نيرفز، عددهم 12 بير. الكرينيال نيرفز دول عددهم 12 زوج، 12 يمين و12 شمال. طب اسمهم ايه؟ قال لك والله اسمهم العصب الاول، العصب الثاني، العصب الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، لحد ال 12. هو ده اسمه. طب طالعين منين؟ قال لك والله الاول والثاني اللي هما الاولفاكتوري والاوبتيك، الخاص بالشم والخاص بالنظر، دول بيكونوا ماسكين في السيريبرم على طول. ده الاول والثاني. ركز معايا، ركز ركز، الحته دي اهم حاجه في الموضوع كله، لان الرسمه اللي قدامك والسبوره اللي قدامك هي سكيما لكل النيرفات اللي جايه في حياتك. انت متخيل كل النيرفات سكيمتها في الرسمه دي؟ طيب من اول ثلاثة لحد 12، من اول العصب الثالث لحد العصب ال 12 اللي هو الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع لحد رقم 12، طالعين منين يا عم الحاج؟ قال لك طالعين من البرين ستيم. وهذه البرين ستيم كانت عبارة عن ثلاث اجزاء. مين هما التلات اجزاء؟ ادي جزء كان اسمه ميد برين، الجزء اللي في النص المنفوخ ده اسمه بونز، واخيرا الجزء اللي تحت اسمه ميدالا اوبلونجاتا. يبقى الاعصاب دي طالعه منين؟ طالعه من المخ. من انهي جزء من المخ بقى بالظبط؟ الاول والتاني طالعين من السيريبرم. من اول الثالث لحد ال 12 طالعين من البرين ستيم، ولكن بطريقه ازاي؟ قال لك بخطه 2 4 4. 2 4 4، فاكر انت 4 4 2؟ لا، اعكسها بقى 2 4 4. العصب الثالث يطلع من الميد برين، والعصب الرابع يطلع من الميد برين، الخامس والسادس والسابع والثامن، الخامس والسادس والسابع والثامن، اربع نيرفات، الخامس والسادس والسابع والثامن يطلعوا من البونز. يبقى الثالث والرابع من الميد برين قدام حضرتك في الرسمه، الخامس السادس السابع الثامن من البونز، التاسع العاشر الحداشر ال 12 دول طالعين من الميدالا اوبلونجاتا، وهم دول اللي عليهم العين والليل النهارده.
التاسع والعاشر والحداشر والاتناشر. يبقى بالصلاة على النبي لما اجي اقول لك العصب التاسع ده طالع منين، تقول لي من المضلة وبلونجاتا. العصب العاشر طالع منين؟ من المضلة وبلونجاتا. الحداشر والاتناشر طالعين من المضلة وبلونجاتا. طب من اول الخامس لحد الثامن طالعين من البونز. طب الثالث والرابع طالعين من الميد برين. فخلي بالك بقى عشان دي سكيمة، الرسمة دي هتكون ثابتة معاك في كل الكرينيال نيرفس. خدتليش بالك من حاجة؟ ايه هي؟ ما خدتش بالك ان كل النيرفات طالعة من البرين ستيم من قدام، ما عدا الرابع ده طالع من الباك اوف البرين ستيم، الوحيد اللي طالع من ظهر البرين ستيم. ودي ما اقدرش يعني بص ما تتخيلش اهميتها في الام سي كيو دي. يقول لك مين العصب الوحيد اللي طالع من الباك بتاع البرين ستيم؟ تقول له الرابع. يقول لك الرابع ده اسمه ايه؟ تقول له اسمه تروك ليار نيرف. اسمه ايه؟ تروك ليار نيرف. طيب التالت اسمه ايه؟ قال لك التالت اسمه اوكيولو موتور نيرف. اوكيولو موتور نيرف. والرابع تروكليار. الخامس اسمه تراي جيمينال نيرف. السادس اسمه ابديوسنت نيرف. السابع اسمه فيشيال نيرف. الثامن اسمه فيستيبيولو كوكليار نيرف. التاسع اسمه جلوسو فارنجيال. اسمه ايه؟ جلوسو فارنجيال. العاشر اسمه فيجاس. الحداشر اسمه اكسسوري نيرف. واخيرا الاتناشر اسمه هايبو جلوسال نيرف. جه واحد وقال لي يا شتات الشتات، وانا احفظ الكلام ده كله؟ انت هتحفظه بس مش دلوقتي، هتحفظه غصب عنك بعدين. ليه؟ انا كل اللي يهمني في الفيديو ده النهاردة الاربعة اللي في الاخر دول، التاسع والعاشر والحداشر والاتناشر، تكون عارف اسمائهم كويس. اللي فوق ده كده كده هنرجع له تاني، مالكش دعوة بيه. عايز تحفظهم دلوقتي بارك الله فيما رزق. التاسع اسمه جلوسو فارنجيال، العاشر اسمه فيجاس، الحداشر اسمه اكسسوري نيرف، والاتناشر اسمه هايبوجلوسال نيرف. اسمه ايه؟ هايبوجلوسال نيرف. الاربعة دول طالعين من المضلة، ماسكين كده في المضلة من قدام، ولكن بطريقة معينة قلتها لك في الفيديو اللي فات، الفيديو اللي قبل اللي فات. ماسكين ازاي؟ والله انا هنا رسم لك البرين ستيم، ادي ميد برين وادي بونز وادي مضلة، وقلت لك المضلة بيكون فيها حتة فشر في قدام كده اسمه انتيريور ميديان فشر. هذا الانتيريور ميديان فشر جنبينه في اتنين سالكس، انترولاترال سالكس وبوسترولاترال سالكس. الكلام ده في الفيديو اللي قبل اللي فات. انترولاترال سالكس وبوسترولاترال سالكس. وكنت قلت لك ان البوسترولاترال سالكس ماسك فيه ثلاث نيرفات بالترتيب من فوق لتحت. ادي نيرف، ادي نيرف، ادي نيرف. مين هما النيرفات دي؟ قال لك والله الثلاث نيرفات يا سيدي هما العصب التاسع والعاشر والحداشر بالترتيب من فوق لتحت. اذا التاسع والعاشر والحداشر ماسكين في البوسترولاترال سالكس، اما الاتناشر بيكون ماسك في الانترولاترال سالكس. مين ده؟ ده العصب الاتناشر ماسك في الانترولاترال سالكس. وكنت قلت لك في الفيديو اللي قبل اللي فات انه بيكون ماسك بحاجه اسمها روتلتس، مصغر روت، شوية فايبرز صغيرة كده تتحد مع بعض تعمل العصب ال 12. مكون من روتلتس، روتلتس يعني حاجات صغيرة كده. أنا
في كل عصب من الاعصاب اللي هقولها في الفيديو اللي هم التاسع والعاشر والحداشر والاتناشر، عايزك تعرف اسمه ده اولا. رقم اتنين، عايزك تعرف طالع من البرين ستيم ازاي. انا قلت لك ان الاربعه طالعين من المضله، الحمد لله خلصناها. طالعين ازاي بقى من المضله بالشكل اللي قدامك ده؟ البوستر لاترال سالكس طالع منه او ماسك منه العصب التاسع والعاشر والحداشر بالترتيب من فوق لتحت. يعني لما اجي اكلمك عن العاشر تقول لي ما بين التاسع والحداشر، ما بينهم ماسك في البوستر لاترال سالكس بين التاسع والحداشر. لما اقول لك ال12 تقول لي طالع من الانترولاترال سالكس بحاجه اسمها روتلتس. الحاجات دي جوه المخ عايزه تطلع بره الجمجمه خالص. فرقم واحد عايزك تعرف اسمه، رقم اتنين طالع من البرين ستيم ازاي، رقم تلاتة طالع من الجمجمه ازاي. ولازم يطلع بره السكال، وبالتالي لازم يعدي من خرم من اخرام السكال اللي هنشوفها دي. ورقم اربعة عايزك تعرف برانشاته، اكيد ده نيرف يعني، وانا خلاص هعرف اسمه واجري، ما لازم اعرف البرانشات. وخمسة، ايه نوع الفايبرز اللي جواه؟ يعني هو هل هو شايل سنسوري بس، ولا موتور بس، ولا في باراسمباثيك كمان؟ بمناسبة الباراسمباثيك افتكر كلمة كنت بقولها لك على طول، بقول لك بالله عليك يا اخي يا اخي ابوس ايدك اعرفها، ان الباراسمباثيك بجمعهم لك في كلمة او في رقم 1973 سنة النصر. عايز ايه اكتر من كده يا اخي؟ ده انا مجمع لك الباراسمباثيك في رقم 1973. هو في رقم هتحفظه اكتر من ده؟ رحنا خدنا علقة ورجعنا. المهم 1973 اللي هي نيرفات الباراسمباثيك، العصب الثالث والسابع والتاسع والعاشر. طيب انا النهارده هشرح لك التاسع والعاشر والحداشر والاتناشر، مين في دول باراسمباثيك. انا دلوقتي يعني يعتبر لسه ما بدات الشرح، بس انا برمي لك شويه حاجات عشان انت اللي هتشرح مش انا. انا مش هشرح خلاص، انت اللي هتشرح بقى. لما اقول لك اني هشرح لك تاسع وعاشر وحداشر واتناشر، مين في دول باراسمباثيك، مين في دول 1973، تقول لي التاسع والعاشر هم دول الباراسمباثيك اللي عندك. التاسع والعاشر وبعد كده السابع هيكون باراسمباثيك لما يجي اوانه ان شاء الله، والتالت برضه باراسمباثيك. يبقى التاسع والعاشر النهارده هما اللي باراسمباثيك. طيب عايزين نقول ايه كمان؟ تعالى هنا كده في السكال اللي قدام حضرتك دي. بص يا سيدي، السكال دي فيها حته فورامن كبيره قدام حضرتك اهي، الفورامن الكبيره اللي قدامك دي اسمها فورامن ماجنم. اسمها ايه؟ فورامن ماجنم، اللي بيعدي منها المضله عشان تبقى سباينال كورد. ما علينا، جنب الفورامن ماجنم كده اهي، جنب الفورامن ماجنم في عندك حته فورامن اهي اللي طلع منها حته العصايه دي. الفورامن دي اسمها الجاجولار فورامن. اسمها ايه؟ الجاجولار فورامن. وبرده في جاجولار فورامن الناحيه دي كمان اهي. طيب جنب الجاجولار فورامن في عندك حته كانال، انا هدخل فيها العصايه اهو، اهي حته الكنل دي. بص العصايه طلعت من الناحيه الثانيه ازاي، العصايه طلعت بره السكال. حته الكنل دي انا هدخل العصايه من جوه السكال عشان تطلع لي بره السكال اهي بالشكل ده، بالشكل اللي حضرتك شايف. عارف الكنل دي اسمها ايه؟ الكنل دي اسمها هايبوجلوسال كنل. فبفطرتك وبذكائك وببديهتك يا جهبذ، الهايبوجلوسال كانال يعدي منها انهي نيرف من الاربعه دول؟ الهايبوجلوسال نيرف. يبقى الهايبوجلوسال نيرف بدايته جوه الكرينيال كافيتي، عايز يطلع بره السكال عشان يغذي اللسان، فيطلع من الهايبوجلوسال كانال بالطريقه اللي حضرتك شايفها دي. بص كده اهو، طلعنا الهايبوجلوسال نيرف. يبقى انا عايز اعرف كل نيرف معدي منين،
كل نيرف هيطلع بره السكال ازاي. اولا زي ما قلت لك عندك الجاجولار فورامين اهي، وتحت هنا كده في الهايبوجلوسال كانال اهي. بص كده، صلي على النبي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله انت عندك اربع نيرفات. مين هم الاربع نيرفات؟ تعال ارسم لي هنا كده بس الاول. ادي يا سيدي موجود عندك البرين ستيم تطلع من الفورامين ماجنم عشان تبقى سباينال كورد بالشكل ده. ادي البرين ستيم وادي السباينال كورد. المدلة بيطلع منها العصب التاسع يروح يعدي من الجاجولار فورامين، وبيطلع منها العصب العاشر يعدي من الجاجولار فورامين، والعصب الحداشر يعدي من الجاجولار فورامين، اما العصب الاتناشر يعدي من الهايبوجلوسال كانال. يبقى انا عندي النيرفات اللي عندي العصب التاسع والعاشر والحداشر هيعدوا من الجاجولار فورامين، اما العصب ال 12 هيعدي من الهايبوجلوسال كانال في السكال. يبقى انت كده عرفت ثلاث حاجات من الخمسه اللي عايزين نعرفها. مش بقول لك الدنيا لذيذه؟ دلوقتي انا عرفت اسمائهم، التاسع اسمه جلوسو فارنجيال، العاشر اسمه فيجاس، ال 11 اسمه اكسسوري، وال 12 هايبوجلوسال. الاربعه طالعين من المدله وبلونجاتا، بس ازاي؟ التاسع والعاشر والحداشر ماسكين في البوسترولاترال سالكس، اما الاتناشر ماسك في الانترولاترال سالكس. التاسع والعاشر والحداشر هيسيبوا الكرينيال كافيتي من الجاجولار فورامين مع الانترنال جاجولار في، اما الاتناشر هيطلع من كانال اسمها هايبوجلوسال كانال. اسمها ايه؟ هايبوجلوسال كانال. مين في دول فيهم بارا سمباثيك؟ انا قلت لك ارقام البارا سمباثيك هم 1973، هي دي ارقام البارا سمباثيك، وبالتالي العصب التاسع والعصب العاشر هيكون فيهم بارا سمباثيك. بتبدا بقى معايا يا غالي في اول نيرف بالتفصيل، وهو الجلوسو فارنجيال نيرف. الجلوسو فارنجيال نيرف هو العصب التاسع، العصب الكام؟ التاسع. الجلوسو فارنجيال نيرف هو العصب التاسع. هذا الجلوسو فارنجيال نيرف طالع منين؟ لما اسالك الخمس حاجات طالع منين؟ طالع من المدله، من البوسترولاترال سالكس. بيسيب الكرينيال كافيتي ازاي؟ بيسيب الكرينيال كافيتي من الجاجولار فورامين، تاسع عاشر 11 من الجاجولار فورامين. طب برانشاتك ايه يا عم؟ قال والله البرانشات بتاعت الجلوسو فارنجيال، خلي بالك بس ان الجلوسو فارنجيال ده العصب التاسع. وانا دلوقتي احكي لك قصه، يعني انت بعد ما تعرفها تكون اكتشفت وتعرفت على وجيه شخصيا، يعني انت كده دخلت جوه وجيه نفسه. اقول لك ان اكتر رقمين بحبهم في حياتي هم رقم 3 ورقم 9. رقم 3 ده عشان عيد ميلادي، وده ما فيهوش نقاش، ده 3 3 عيد ميلادي، فده ما فيهاش نقاش خلاص. فرقم 3 لازم يكون احلى رقم في العالم، ما تناقشنيش فيه. طب و9؟ 9 ده انا بحسه سالك، رقم 9 تحسه سالك قوي، يعني ايه؟ بص، غلبان كده في نفسه، مش بتاع حوارات، غلبان قوي قبل العشرة، مع ان العشرة رقم ضخم كده، بس هو قبل العشرة وراضي وغلبان كده في نفسه، تحسه أليف. رقم 9 ده تحسه أليف، عكس رقم 1 ما بحبوش، رقم 5 ما بينزليش من هنا مثلا. فهو رقم 3 ورقم 9 دول هتلاقيهم محبوبين من كل الناس عامة، 3 عشاني و9 عشان هو طيب. طب رقم 9 ده عشان هو طيب، فبيقول لك ايه؟ رقم 9 على فكرة في الكورس بتاعه، العصب التاسع في الكورس بتاعه بيلف حوالين عضلة اسمها ستايلو فارنجيوس. بيلف حوالين عضلة اسمها ايه؟ ستايلو فارنجيوس. فعشان كده، عشان هو سالك، مش بتاع حوارات، مش بتاع قصص كتير وهيفضل يحيرنا معاه، فانا بقولك ان هو ايه؟ ان هو لف على العضلة واتكتم، ما عملش اي حاجة تاني، لف واتكتم.
فعشان كده برانشاته هتكون لف واتكتم. مين اللف ده يا عم؟ قالك والله ال بيكون حته نيرف او حته برانش اسمه لينجوال برانش. يبقى العصب التاسع اول برانش من برانشاته هو اللينجوال برانش. العصب التاسع رقم 9 الرقم الاليف الرقم الطيب الرقم الغلبان اللي بيقول لك لف واتكتم. ال لينجوال. لا خلاص بقى لينجوال انت عايز ايه؟ ده لينجوال يعني لسان. هيعمل ايه في اللسان ده؟ ارسم لسان اهو. كان في عندي اللسان بيتقسم لانتيريور تلتين وبوستيريور تلت. هذا اللينجوال كان بياخد السنسيشن من البوستيريور تلت من الطنج. فاكر 5 7 9 10 مش فاكر مش مهم بقى. ولكن عايزك تعرف لي كلمة مهمة ان اللينجوال بتاع التاسع بيشيل السنسيشن من البوستيريور تلت سواء جنرال او تيست سنسيشن وده كلام قديم. يبقى ده اول برانش. اول برانش اسمه لينجوال وده هيشيل السنسيشن من البوستيريور تلت من اللسان سواء جنرال سنسيشن او تيست سنسيشن. طب والف الفه دي الفه فارنجيال برانش هيروح يشارك في حاجه كده اسمها فارنجيال بليكسس. اسمها ايه؟ فارنجيال بليكسس. هذا الفارنجيال او هذه الفارنجيال بليكسس هتاخد الاحساس من الفارنكس كله والبلد كله والليله دي كلها من البلعوم وسقف البق. يبقى انت عندك اللينجوال والفارنجيال. طب والتي يا عم؟ قال لك التي اسمه تمبانيك وتمبانيك دي معناها باللاتيني يعني ميدل اير. هيروح يغذي الميدل اير الاذن الوسطى. ولكن في موضوع قبل كده اتكلمنا عن حاجه اسمها باروتيد جلاند فقلنا ان التمبانيك برانش ده بيكمل ويبقى اسمه لسر بتروزل عشان يروح يريح في الاوتيك جانجليون ويروح يغذي الباروتيد جلاند. كنت ناسي افكرك. كنا بنقول ان الباراسمباثيك بتاع الباروتيد جلاند بيكون طالع من التمبانيك برانش بتاع الجلوسوفارينجيال يطلع يبقى اسمه لسر بتروزل ويروح يغذي الباروتيد جلاند. اذا هو ده الباراسمباثيك بتاع الجلوسوفارينجيال. ده الباراسمباثيك يا جدع. ده اللي رايح يغذي الباروتيد جلاند. ده مهم جدا تعرف. مهم جدا تعرف ان الباراسمباثيك بتاع الجلوسوفارينجيال اسمه تمبانيك رايح يغذي الباروتيد جلاند. طلع صلايف. طب والسي؟ احنا قلنا ايه؟ لف واتكتم. السي قال لك السي كاروتيد. السي ايه؟ كاروتيد. مش عارف اتكتبت كده ليه بس ماشي. الكاروتيد دي بقى بتروح تغذي ايه؟ قال لك الكاروتيد بتروح تغذي الكاروتيد ساينس والكاروتيد بادي. فاكر؟ اللي كانوا موجودين عند الكومن كاروتيد هنا اللي هم فيهم باراسمباثيك كتير تعمل لهم مساج الضغط يهدى الضغط يوطى. فبيقول لك ان الكاروتيد ساينس والكاروتيد بادي يتغذوا بالكاروتيد برانش بتاع الجلوسوفارينجيال وانا بقول لك فيهم باراسمباثيك كتير. اذا عمنا الكاروتيد ده كمان باراسمباثيك. يبقى الاثنين باراسمباثيك كاروتيد وتمبانيك. جلوسوفارينجيال اللي هو العصب التاسع ده عصب غلبان جدا رقم 9 يا جدع. رقم 9 ده انت لو ما حبيتوش يبقى انت عندك مشكلة نفسية. لازم تحب رقم 9 ده. رقم 9 من سلكانه بيقول لك لف واتكتم. لف حوالين عضلة اسمها ايه؟ ستايلوفارينجيوس. لف حوالين عضلة اسمها ايه؟ ستايلوفارينجيوس. فبيقول لك ان برانشاته لف واتكتم. ال لينجوال هيغذي البوستيريور تلت من الطنج. فارنجيال هيغذي الفارنجيال بليكسس. التمبانيك والكاروتيد دول الباراسمباثيك. التمبانيك هيغذي الباروتيد جلاند عن طريق الليسر بتروزل. والكاروتيد هيغذي الكاروتيد ساينس والكاروتيد بادي.
التي الاخيره او التي الثانيه اسمها تونسيلر. اسمها ايه؟ تونسيلر برانش. يروح يغذي الفارنجيال تونسل اللي هي اللحميه. الفارنجيال تونسلز، كان نزل لك سؤال ام سي كيو في الرسب وقال لك الفارنجيال تونسلز بتتغذى بايه؟ تونسيلر برانش بتاع الجلوسوفارنج. طب والام؟ لا الام بقى خلاص يعني، ما الام هيكون ايه يعني؟ هيكون محمود. ما هو الام الوحيد عندنا في الاناتومي كله بيكون للام ماسكولار، والله ما في ما في غير ماسكولار، غزة عضله. انا بقول لك لافف حوالين عضله اسمها ايه؟ ستايلو فارنجيوس. طب ما طالما لافف عليها يغذيها، ستايلو فارنجيوس. شكرا، خلصت. وخلص الجلوسوفارنجيال اللي هو المفروض اصعب نيرف عندك. الجلوسوفارنجيال ده، الجلوسوفارنجيال تاني، الجلوسوفارنجيال طالع من المدله اللي هو العصب التاسع، طالع من المدله وبلونجاتا من البوسترولاترال سالكس فوق الفيجاس على طول، بيسيب الكرينيال كافيتي من الجاجولار فورامن. برانشاتك ايه يا عم؟ والله لف واتكتم. الال لينجوال فارنجيال تمبانيك كاروتيد تونسيلر ماسكولار، العضله اسمها ستايلو فارنجيوس. لو تاخد بالك ده احساس وده احساس وده باراسمباثيك وده باراسمباثيك وده احساس وده عضلات. يعني نوع الفايبرز اللي في الجلوسو فارنجيال هيكون ثلاث انواع. اول حاجه سنسوري فايبرز، تاخد احساس، وموتور فايبرز، تحرك عضله اسمها ستايلو فارنجيوس، واخيرا باراسمباثيك للباروتيد جلاند والكاروتيد ساينس. وكده تكون خلصت الجلوسوفارينجيال نيرف. بص كده في الجلوسوفارينجيال، افتح لي كده يا غالي اول صفحه في المذكره الخامسه عندك. معلش بس هي صف اللي هي سي ان اس 4 دي خليها 5 بس، هي ايه اتلخبطت. فالمهم هتفتح المذكره الخامسه صفحه 1، انا كاتب لك شويه كلام بالعربي زي العسل. ان الكرينيال نيرفز بتخرج من البرين ستيم بطريقه 2 4 4، 2 طالعين من الميد برين و4 من البونز و4 من المضل. وخلي بالك ان الرابع ده هو الوحيد اللي طالع من الباك بتاع المضل، يعني طالع من الباك بتاع الميد برين اهو. التروكليير هو الوحيد اللي بيخرج من الباك بتاع البرين ستيم. خلي بالك ان الاول والثاني اللي هم الاوبتيك والاولفاكتوري بيطلعوا من المخ على طول اللي هو السيريبرم على طول، مش طالعين من البرين ستيم. طريقه خروج كل نيرف، ادي العصب التاسع والعاشر وال11 طالعين من البوسترولاترال سالكس، وال12 طالع من الانترولاترال سالكس وباين قوي في الرسم. والجاجولار فورامين بيعدي منها ثلاث نيرفات اللي هم التاسع والعاشر وال11 باسمائهم، اما ال12 بيطلع من هايبوجلوسال كانال اللي هي الخاصه باسمه بالشكل اللي حضرتك شايفه، واعصاب الباراسمباثيك سنه النصر 1973. بعد كده دي الجلوسوفارينجيال نيرف، بقول لك ان هو سالك مش بتاع حوارات، فده لف واتكتم. بيلف على ايه؟ بيلف على العضله اللي اسمها ستايلو فارنجيوس، بيلف على عضله اسمها ستايلو فارنجيوس. المهم هنا بيتكلم عن الجلوسو فارنجيال نيرف، خلي بالك انه ممكن يقول لك انيوميريشن في اي واحد فيهم بقى، هنشوف دلوقتي. قال لك ده الكرينيال نيرف رقم 9 عباره عن موتور وسنسوري وباراسمباثيك، بيطلع من البرين ستيم من البوسترولاترال سالكس فوق الفيجاس، بيخرج من الكرينيال كافيتي من الجزء اللي في النص من الجاجولار فورامين. يا عم من الجاجولار فورامين وخلاص. طب برانشاته ده ممكن تنزل سؤال نظري، انيوميريت، لف واتكتم، لف واتكتم. اللينجوال برانشز، ودي بتشيل الجنرال والتست سنسيشن من البوستيرور تلت من الطنج. فارنجيال، قال لك ودي بتغذي الفارنجيال بليكسس، اكتب سنسوري للفارنجيال بليكسس بالتحديد، سنسوري للفارنجيال بليكسس ده العصب التاسع. طب التمبانيك، قال لك والله التمبانيك ده الميدل اير، بيغذي الميدل اير عن طريق التمبانيك بليكسس، وبعد كده بيطلع بيبقى اسمه ليسر بتروزل او ليسر سوبرفيشال بتروزل عشان يغذي الباروتيد جلاند. وعلى 3 و4 اكتب دول الباراسمباثيك عشان الام سي كيو، دول بتوع الباراسمباثيك. وفي برانش للكاروتيد ساينس والكاروتيد بادي، ودول باراسمباثيك. تونسيلر للتونسل بلاتين تونسل، وموتور برانش هتغذي الستايلو فارنجيوس ماسل، مهمه جدا جدا ام سي كيو، يغذي ايه الستايلو فارنجيوس ماسل.
كده العصب التاسع. وزي ما قلت لك ممكن يجي لك سؤال انيوميريت، فخلي بالك من النيرفات والسكيما تحفظها كويس جدا جدا. كمل يا غالي اعصابك معايا وبنشوف العصب العاشر. خلصنا التاسع الحمد لله، قلنا ده لف واتكتب. العاشر اللي هو الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف بيسموه العصب الحائر، حائر والله، مش لاقيين، مش عارفين له ماسكه، مش عارفين نهايته فين. ده بيمتد، بص، بيغذي الباراسمباثيك من اول حياتك هنا كده، بيطلع من الراس يغذي باراسمباثيك لحد الجاي تي تحت. قلب بقى لانج الليله دي كلها كده باراسمباثيك عن طريق الفيجاس. فهو اطول باراسمباثيك نيرف عندك في حياتك، واطول كرينيال نيرف اصلا موجود في جسمك الفيجاس نيرف ده. بقول لك طالع من المخ بيوصل لحد البطن. فهو اطول كرينيال نيرف واكبر كرينيال نيرف، وبيسموه العصب الحائر. ولو جيت قلت لك ده رقم 10 هتقول لي على طول ان 10 ده بيدي باراسمباثيك. فعلى طول من الفيجاس نيرف كده نطلع ان هو بيدي باراسمباثيك، ادي اول كلمه بدايته. والله بدايته طالع من طالع من الميدلا اوبلونجاتا من البوسترولاترال سالكس في الرسمه اللي كانت هنا. طالع من البوسترولاترال سالكس ما بين التاسع وال11. هيسيب الكرينيال كافيتي من الجاجولار فورامين، تاسع عشر 11 من الجاجولار فورامين. طب برانشاته؟ والله برانشاته انا عامل لك عليها سيمفونيه، عايزك تطلع الشعر اللي جواك بقى. خلاص خلاص، شوف لك هواية تانية غير الطب، ابعد عن الطب وقرف وطلع لي الشاعر اللي جواك هنا. هتقول ايه؟ هتقول ان الفيجاس نيرف برانشاته كالاتي. ركز واطرب واطرب اذنك. بص، والله برانشاته قال لك مانينجيال فارنجيال. مانينجيال ايه؟ فارنجيال. كاردياك كاروتيد ارتيكولار لارينجيال. يا سلام، والله العظيم يعني انا ما شفتش حلاوه كده قبل كده. برانشات الفيجاس ايه؟ سته. مانينجيال فارينجيال كاردياك كاروتيد ارتيكولار لارينجيال. تاني، مانينجيال فارينجيال كاردياك كاروتيد ارتيكولار لارينجيال. لازم يكون عندك روح الالقاء، ما ينفعش تقول مانينجيال فارينجيال كاردياك كاروتيد ارتيكولار. ايه يا عم انت ماشي في ايه؟ لازم يكون عندك روح الالقاء. شوف بنطلع فين وبننزل فين. شوف شوف شوف، بص بص، مانينجيال فارينجيال كاردياك كاروتيد ارتيكولار لارينجيال. طب ما تيجي تترجم يلا. هذا الفيجاس نيرف بيدي برانش اسمه مانينجيال برانش. تخيل هيروح يغذي ايه ده؟ هيغذي ايه؟ كتاكيت؟ لا، هيغذي الديورة، سنسيشن من الديورة، المننجيس اللي حوالين المخ. هيدي فارنجيال. قال لك الفارنجيال ده يا سيدي يروح يشارك في الفارنجيال بليكسس. يشارك في ايه؟ في الفارنجيال بليكسس. بيدي موتور برانش هناك. قال له يعني دلوقتي التاسع شارك في الفارنجيال بليكسس والعاشر هيشارك في الفارنجيال بليكسس. اه، ولكن التاسع كان سنسوري، لكن ده موتور يغذي عضلات الفارنكس وعضلات البلد رحمه الله عليهم. كاردياك هيغذي ايه الكاردياك؟ هيغذي القلب. وقال لك بتاع الكاردياك ده بيدي باراسمباثيك للقلب، اذا ده رقم واحد عندي من برانشات الباراسمباثيك اهو. طب كاروتيد هيغذي ايه الكاروتيد؟ زي الكاروتيد بتاع التاسع بالظبط، هيغذي كاروتيد ساينس وكاروتيد بادي، ودول باراسمباثيك ريسبتورز عشان يهدوا الدم ويهدوا الضغط. فده تاني باراسمباثيك. طب ارتيكولر، قال لك الارتيكولر ده خاص بالارتيكولر اللي هو المفاصل اللي بين عظم الودن. في عظم كده في الميدل اير اسمهم الاوسيكلز، في منهم مفاصل بيتغذوا بالفيجاس نيرف. قال لك لو انت هتدخل حقنه كده ولا حاجه في الاير
اللي هي بتاعت غسيل الود، تلاقي لو الخبطه شديده كده ولا حاجه يرجع، ليه؟ يشغل الباراسمباثيك فيرجع، فبيشتغل في ريفلكس. فالارتيكولر اتكلم عنه كلمتين وقال لك لو انت بتدخل حقنه في ودن حضر في ودن حضره العيان وعايز تعمل غسيل ودن مثلا، ممكن من الصدمه دي العيان يرجع. ليه؟ لان الفيجاس بيدي ارتيكولر للعظم بتاع الودن. فالارتيكولر اللي هنا خاص بايه؟ خاص بالاذن. واخيرا لارينجيال. ودول اتنين لارينجيال بيني وبينك كانوا في الريسبيراتوري الله يرحمه، في موديول الريسبيراتوري رحمه الله عليه، كنت بتاخد ان عندك نيرف اسمه ريكارنت لارينجيال نيرف وبرانش اسمه سوبيريور لارينجيال نيرف، ودول بيغذوا عضلات اللارينكس وعضلات الحنجره. يعني انا دلوقتي الفيجاس برانشاته مانينجيال فارينجيال كاردياك كاروتيد ارتيكولار لارينجيال، مانينجيال فارينجيال كاردياك كاروتيد ارتيكولار لارينجيال. المانينجيال ده سنسيشن، الفارينجيال ده موتور، كاردياك وكاروتيد دول باراسمباثيك، ارتيكولار ده سنسيشن وده موتور. معنى كده ان الفيجاس نيرف الحاجات اللي ماشيه فيه او الفايبرز اللي ماشيه فيه ثلاث انواع من الفايبرز زيه زي التاسع بالظبط. اول حاجه في سنسوري للديوره والارتيكولر، وتاني حاجه في موتور لعضلات الفارنكس وعضلات اللارنكس، واخيرا الباراسمباثيك للقلب والكاروتيد كاردياك كاروتيد. اذا الفيجاس نيرف خلص. الفيجاس نيرف عايزك تعرف برانشاته، البرانشاته بالسيمفونيه الجميله اللي عندك مانينجيال فارينجيال كاردياك كاروتيد ارتيكولار لارينجيال. اللارينجيال دول اتنين مش موجودين عندك في الكتاب، مش في الهاند اوت اصلا، ومش موجودين في المذكره، زودهم. هو بيقول لك في لارينجيال نيرفز اللي هم اتنين، ريكارنت لارينجيال والسوبيريور لارينجيال. بص كده في العصب العاشر تاني، العصب العاشر طالع من الميدلا اوبلونجاتا من البوستيرولاترال سالكس. التلاته دول طالعين من البوستيرولاترال سالكس، ده لوحده طالع من الانترولاترال. هيسيب الكرينيال كافيتي من الجاجولار فورامن عشان يدي ست برانشات مانينجيال فارينجيال كاردياك كاروتيد ارتيكولار لارينجيال. شايل تلات انواع من الفايبرز، سنسوري وموتور وباراسمباثيك. بص كده في العصب العاشر اللي اسمه فيجاس نيرف. بتفتح لي يا غالي مذكرة حضرتك الخمسة صفحة ستة عشان تلاقي الفيجاس نيرف والسيمفونية الجميلة رسمها لك، والمفروض هتقولها معايا. الفيجاس نيرف ده اللي بيسموه العصب الحائر. الفيجاس نيرف بيقول لك ان هو العصب العاشر بيكون عبارة عن موتور وسنسوري وبارا سمباثيك، لانه من الارقام ال 1973 بيطلع من البوسترولاترال سالكس فوق الاكسسوري وتحت الجلوسوفارنجيال، يعني بينهم زي ما باين في الرسمة. بيطلع من الكرينيال كافيتي عن طريق الميدل كومبارتمنت، يعني الجزء اللي في النص من الجاجولار فورامن، وهو ذا لونجست وموست وايدلي ديستريبيوتد نيرف، يعني اكتر واكتر نيرف منتشر، عشان كده سموه الحائر. اما البرانشات فيكتب عليه ممكن سؤال نظري يقول لك انيوميريت برانشز اوف فيجاس نيرف. هتقول له مالينجيال فارينجيال كاردياك كاروتيد ارتيكولار لارينجيال. مالينجيال هيروح يغذي الديوره، والفارينجيال اكتب على الفارينجيال ده، انت اكتبها عشان الام سي كيو، موتور فور فارينجيال بلكسس، ده الموتور بتاع الفارينجيال بلكسس. الارتكيوليشن الارتكيولر بيقول لك ان الاستيميوليشن للنيرف ده عن طريق سيرنجنج للاير، دخل سرنجه في الاير، هيؤدي الى الريفلكس كاف وريفلكس فوميتنج والحاجات اللي هي ممكن حتى توصل لكاردياك ارست، لان الباراسمباثيك هيشتغل بعنف شويه. واللارينجيال اللي هم اكستر اللي هم الريكارنت لارينجيال نيرف والسوبيريور لارينجيال نيرف لو عايز تعرف اسمائهم. وكده ده الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف برضو مهم جدا جدا كانيوميريت، ممكن يقول لك انيوميريت البرانشز، ولازم تبص في الرسومات كويس جدا. يلا يا بطل هاند بنخلص اهو، وبنشوف العصب رقم 11.
العصب ال 11 اسمه اكسسوري نيرف. اسمه ايه؟ اكسسوري نيرف. هذا الاكسسوري نيرف تكون بروتين تو روتس. الروت طالع من المدله اوبلونجاتا على طول. بص كده الرسمه اللي انا رسمها لك دي، رسم لك الفورام الماجنم اللي معدي منها المدله اوبلونجاتا عشان تبقى سباينال كورد. فده السباينال كورد ودي الجاجولار فورامين عادي. السباينال كورد ده انت عارف ان هو مقسم الى سيجمنتس C1 C2 C3 C4 C5. مقسم الى ايه؟ قطع. القطع دي اول حاجة في منطقة النك اللي هي C1 و2 و3 و4 و C5. بص كده الاكسسوري نيرف يتكون ازاي؟ قالك من C1 و2 و3 و4 و5 يطلع روت كده اسمه spinal root of accessory nerve. اسمه ايه؟ spinal root. تعلل ليه سموه spinal root؟ لانه طالع من spinal cord، طلع من spinal root بالشكل ده عشان يقابل روت تاني جاي له من المدلة اوبلونجاتا من الانترولاترال سالكس، من البوسترولاترال سالكس، يقابل روت تاني اسمه ايه؟ قال لك اسمه موتور روت، يتحدوا مع بعض. يبقى تاني كده، اتكون بروتين روت جاي من السباينال كورد من C1 لC5 اسمه سباينال روت اوف اكسسوري نيرف، والروت التاني طالع من المدلة اوبلونجاتا من البوسترولاترال سالكس اسمه كيرينيال روت. اسمه ايه؟ كيرينيال روت. اتحد السباينال روت مع الكيرينيال روت، واول ما يوصلوا الجاجولار فورامين ويعدوا منها يتفرقوا تاني. يا سلام، يعني السباينال روت والكرينيال روت اتجوزوا جواز مصلحه، والله جواز مصلحه، عشان يعدوا بس من الجاجولار فورامين وبعد كده ايه؟ زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. مش كنا يا ابن الحلال انا سباينال روت وانت كرينيال روت؟ اه. خرجنا من الجاجولار فورامين؟ اه. كل واحد بقى يروح لحاله، السباينال روت يروح يشوف حاله والكرينيال روت يروح يشوف حاله. فبيقول لك ان الاكسسوري نيرف اللي هو العصب رقم 11 اولا هو من الباراسمباثيك ولا لا؟ قول لي لا. التاسع والعاشر بس اللي من الباراسمباثيك. اتكون بتوروت كرينيال روت وسباينال روت. كرينيال روت طالع من المدله اوبلونجاتا والسباينال روت طالع من سي 1 لحد سي 5. يعدي من الفورام الماجنم ويتحدوا مع بعض. يتحدوا مع بعض عشان يعدوا من الجاجولار فورامين وبعد كده يتفرقوا. هيتفرقوا يروحوا فين؟ سباينال روت وكرينيال روت. ادي السباينال روت اهو بعد ما اتفرق هيروح يغذي عضلتين، عضلتين في القفا لا مؤاخذه. عضله اسمها ترابيزيوس، عضله اسمها ايه؟ ترابيزيوس اللي هي الترابيس، وعضله ثانيه اسمها ستيرنو ماستويد. ستيرنو ماستويد مصر اللي هي العضله دي. يبقى السباينال روت اتحد مع الكرينيال روت عشان يعدوا من الجاجولار فورامين وبعد كده اتفرقوا. السباينال روت يغذي ترابيزيوس واسترنو ماستويد، والكرينيال روت يمشي مع الفيجاس، يروح مع برانشات الفيجاس، يمشي كده مع في قلب برانشات الفيجاس اللي هم الفارنجيال بقى واللارنجيال والحاجات دي، يمشي مع برانشات الفيجاس. يبقى تاني كده، سباينال روت اتحد مع الكرينيال روت، السباينال روت طالع من سي 1 لسي 5 اتحد مع الكرينيال روت اللي جاي من المدله وبلونجاتا عشان يعدوا من الجاجولار فورامين وبعد كده يتفرقوا تاني السباينال روت والكرينيال روت. السباينال روت هيغذي ترابيزيوس واسترنو ماستويد، اما الكرينيال روت هيمشي مع الفيجاس. وبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان العصب ال 11 ده شكله كده كله موتور، يعني عمال يغذي ايه؟ عضلات بس، فكله موتور ما فيهوش لا سنسوري ولا باراسمباثيك. طب العصب رقم 12 اللي هو الهايبوجلوسال ده ما فيهوش كلام.
الايبو جلوسال نيرف ده طالع من الميدلا وبلونجاتا بس من الانترو لاترال سالكس، هتلاقي الرسمه في المذكره ومشروحه في الفيديو اللي قبل اللي فات. طالع من الانترو لاترال سالكس هيسيب الكرينيال كافيتي من كانال خاصه باسمه اسمها هايبو جلوسال كانال عشان يروح يغذي عضلات التانج. بس هايبو جلوسال يمين يغذي نص التانج اليمين، والهايبو جلوسال الشمال يغذي نص التانج الشمال. طيب انا لو رسمت لك تانج قبل كده، رسمته لك قبل كده ونزل فيه سؤال وحلناه وقفلناه. بص يا سيدي، لو رسمت لك تانج، ادي تانج وادي نصين، وعندي هنا عضلات وهنا عضلات، والعضلات اليمين دي رايح لها نيرف اسمه هايبو جلوسال اليمين، ودي رايح لها نيرف اسمه هايبو جلوسال الشمال. طب ايه رايك، ايه رايك ان انا قطعت النيرف ده، قطعت اللي ناحيه الشمال ده، ها قطعت الليفت هايبو جلوسال، ساعتها العضلات دي يحصل لها ضمور. فلما يحصل لها ضمور ايه اللي يحصل بقى؟ بص 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 بص، العضله لما بيحصل لها ضمور بتصغر، العضله لما يحصل لها ضمور بايه؟ بتصغر. فتشد اللسان لما الناحيه دي تصغر، لما تكون الناحيه دي البايظه دي، الناحيه دي صغرت والناحيه الثانيه كبيره بالشكل ده، بص اللسان مال للناحيه البايظه، يحصل ديفيشن للناحيه البايظه. يبقى تاني كده، انا عندي الحتة دي صغرت لان حصل لها ضمور، النيرف بتاعها باظ يا جدع، حصل لها ضمور، لكن الناحية التانية سليمة. فبص كده يحصل ايه؟ يحصل ديفيشن، يحصل ديفيشن للناحية البايظة. وقلت لك مهمة جدا جدا ام سي كيو، ان النيرف او اللسان بيميل للناحية البايظة. لو الليفت هايبو جلوسال نيرف باظ يبقى اللسان يميل ناحية الشمال، طب لو الرايت باظ يبقى يميل ناحية اليمين. هو ده كل الهايبو جلوس. الهايبو جلوس ما فيهوش غير عضلات بس، بيغذي عضلات موتور بس، لا في باراسمباثيك ولا سنسري ولا اي حاجة من الليلة دي. طلع من كانال خاصة بيه اسمها هايبو جلوس الكانال، وكده تكون خلصت الكرينيال نيرفس. بتفتح لي يا غالي مذكرة حضرتك الخامسة صفحة 8. في المذكره صفحه 8 والله بيقول لك هنا رسم لك الاكسسوري نيرف بيتكون ازاي وبيطلع ازاي، وبعد كده بيتفرق لايه، السباينال روت والكرينيال روت. الكرينيال روت بيمشي مع الفيجاس وبرانشاته، والسباينال هيغذي الترابيزياس والاسترنوماستوي. وهنا اتكلم عن الاكسسوري نيرف بالتفصيل وقال لك هو العصب ال11 ده بيورلي موتور، موتور فقط ما بيشيلش حاجه تاني. الروتس عباره عن روتين، كرينيال روت وسباينال روت. كرينيال روت طالع من البوسترولاترال سالكس تحت الفيجاس، قلت لك هما بالترتيب 9 10 11. والسباينال روت طالع من الابر 5 سباينال سيجمنتس من الانتيريور هورن لانه موتور. من الابر 5 سباينال سيجمنتس. بيطلع عن طريق الجزء اللي في النص من الجاجولار فورامن برضه، وبرانشات. الكرينيال روت بيمشي مع الفيجاس. بيمشي بقى مع برانشات الفيجاس اللي هما الفارنجيال واللارنجيال والكاردياك والكلام ده كله. وسباينال روت للاسترنوماستويد والترابيزياس. خلص، ما فيهوش اي كلام، ما فيهوش اي كلام الاكسسوري نيرف. انا بقول لك موضوع والله الكرينيال نيرفز درس من اسهل الدروس اللي هتشوفها في حياتك. اما الهايبو جلوسال نيرف، فالهايبو جلوسال نيرف هو مهم جدا للام سي كيو. هو العصب ال12 ده بيورلي موتور برضه، شايل موتور بس. النيوكليوس بتاعته اسمها هايبو جلوسال نيوكليوس، موجوده في المدله. بيطلع من البرين ستيم من الانترولاترال سالكس، وبيطلع من الكرينيال كافيتي من الهايبو جلوسال كانال باسمه. برانشاته بيغذي كل عضلات التنج ما عدا عضله اسمها بلاتو جلوسس. البلاتو جلوسس دي بتتغذى بالفارنجيال بليكسس لانها من عضلات البلات. الكلمه دي عدت عليك في الجاي تي قبل كده، وكنا بنقول ان كل عضلات التنج بتتغذى بالعصب ال12 ما عدا البلاتو جلوسس. بيقول لك الانجري للهايبو جلوسال نيرف تؤدي الى باراليسيز اوف الماسلز على نفس الناحيه، ولذا ولذاك التانج بروتريودد، يعني هيميل لما تطلعه لبره هيحصل له ديفيشن، يعني هيميل للناحيه البايظه الانجرد نيرف. يعني مثلا لو الليفت هايبو جلوسال نيرف اتعور، يبقى ساعتها التانج يميل ناحيه الليفت ساعه البروتريوجن، يعني لما تطلع لسانك.
بقول لك مهم جدا ام سي كيو، ان اللسان بيميل للناحية البايظة، اللسان بيميل على الناحية البايظة. وكده تكون خلصت الكرينيال نيرفز الاربعه اللي في الاخر اللي هم التاسع والعاشر وال11 وال12، وخلصت المذكره الخامسه، ونشوفكم في فيديو قادم باذن الله.